صقر الجزيرة مثل ما عز البلاد وعزها لها ما تبوت تركي لكن ما مات خيره هذه أعمال. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد وفي مساء جديد من أماسي برنامجكم أم رقيبة. اليوم بدأ لون الصفر فئة التلاد مشاركين جدد في هذا اللون، فئة جديدة من طبعا طبقت لهذا العام لأول مرة. كنا وإياكم اليوم صباح اليوم مع هذه الإبل ومع هذا اللون في داخل ميدان الملك عبد العزيز في أم رقيبة. رأينا هؤلاء المشاركين يشاركون لأول مرة في هذه الفئة. كان اليوم تحكيم هذه الفئة التي كانت 10 رعايا من أصل 10 مراكز تم تحكيمها وتصنيفها هذا اليوم. كنت مع سمو الأمير قبل قليل في اتصال هاتفي، ذكر أن هذه الفئات فئات التلاد في فئة الصفر اليوم كانت على درجة كبيرة من الجمال، وكانت على درجة كبيرة من درجات الزين في الإبل. وكانت هذه الفئة فئة التلاد 30 الصفر انطلاقة جديدة وجميلة من ناحية اللون لون الصفر. سنتكلم أكثر عن هذا اللون وعن أحداث هذا اليوم في ميدان أم رقيبة بعد هذا الفاصل القصير. مثل ما عز البلاد وعز أهلها ما تبو تركي لكن ما مات خيره. الله يحييكم مشاهدينا الكرام من جديد. كنا قبل قليل نتكلم عن لون الصفر في مهرجان أم رقيبة. هذا اللون الذي يوجد فيه متنافسين كثر في جميع الفئات، هذا اللون الذي أحدث للأمانة هذا العام في بعض الملاك الإبل الذين تواجدوا في مهرجان أم رقيبة في لون الصفر، أحدث هنالك أيضا عملية بيع كبيرة من ناحية بعض الصفقات وبعض الشراء في لون الصفر. دخل ملاك إبل لهذا العام في لون الصفر كذلك في أول مرة في فئة الأربعين، سوف يشاركون غدا وكانوا معنا في الأيام الماضية. كان أيضا هنالك بعض الأخوان الموجودين والمتواجدين في مهرجان أم رقيبة منذ بدايتها، وأيضا المشاركين في سنوات قليلة ماضية كانوا في هذا اللون لون الصفر. هذا العام مشاهدين الكرام سيشهد هذا اللون في فئة الأربعين كذلك دخول تقريبا 6 إلى 8 فئات أو ملاك إبل جديدة في هذا اللون في من ناحية التسجيل، ولكن بعد التسجيل وبعد أن أفرزت اليوم أيضا الشبوك التي وضعت لملاك الإبل التي سيتم تحكيمها بقانونها الجديد، دخلت قبل تحكيمها بليلة، أدخلت اليوم 9 مشاركين أو 9 رعاية. تحدثنا اليوم في لون الصفر، هذا اليوم دخل التلاد 10 مراكز في من أصل 10. كان أيضا ميدان أم رقيبة هذا اليوم شهد وجود أكثر من مشارك في متفائل من ناحية النتيجة، صنفت 4 إلى 5 من ناحية المراكز المتقدمة في فئة التلاد، يكون بذلك فئة التلاد فئة أيضا يتم جميع الذي شارك في فئة التلاد هذا اليوم تشملهم جوائز أم رقيبة لهذا اليوم. 10 مراكز اليوم تشملهم جميع جوائز لون الصفر في فئة التلاد لهذا العام. أمس كنا وإياكم مشاهدي الكرام كذلك في فئة المرصص والفردي والفحل وإنتاجه، تم تصنيفها، تم أيضا تصنيف الفحل وإنتاج المشارك وأيضا الفرديات التي بلغنا 7 في لون الشعل، زائدا المرصص التي حسمت نتيجته أمس بفوز على ما أتوقع ناصر أو علي بن ناصر العجمي في فئة المرصص لون الشعل، أمس كان هو الوحيد المشارك وأيضا أعطي له المركز الأول لطبعا وجوده وحده فئة الشعل في هذا اللون. اليوم كذلك المشاهدين الكرام فئة الأربعين كان أخونا والأخوان في
قناة المرقاب اليوم كانوا في مع بعض ملاك فئة الأربعين الشعل، هنالك أسماء تدخل لأول مرة وتدخل بقوة في هذا اللون. اليوم العصر كان دخول هذه الفئة، فئة الأربعين الصفر، حيث تم اليوم دخولها الميدان، دخول الشبوك لتعرض غدا على الميدان. نذكركم مشاهدين الكرام اليوم متواجدين معنا في فئة الصفر التلاد، اليوم شارك أسماء في فئة الثلاثين التلاد الصفر، الهفتة مطيري فايز بن عواض بن ماتن بن ماكن الهفتة مطيري، وسعد بن لافي بن سعد الشيباني، محمد بن عبد الله بن علي العامري، وحمدان محيميد مفلح نفيعي، مبخوت رجا بن ايان الدوسري، ومبارك فهد فهيد ناصر العجمي، وفيصل بن فهد بن فيصل السبيعي، وفرحان بن جلوي الربيع الشمري، ومحمد جزا خضر أنطيري. استعرضوا الأخوان الآن فئة الصفر التي ستنطلق غدا طبعا يوم الأربعاء واحد في واحد اثنين، تنطلق التلاد اليوم، بكرة الأربعين، نشاهد الأربعين يوم الخميس والجمعة ويوم السبت فئة الستين، تبدأ أيضا بكرة وبعد بكرة فئة الأربعين. وكما قلنا مشاهدي الكرام اليوم الأربعين تدخل الشبوك، وغدا أيضا يتم إذا كان هنالك رعاية أكثر يتم دخول الشبوك. لو توقف الكاميرا شوي محمد على الصفر على أساس أن نكون معكم في الصورة. يوم السبت الستين، ويوم الأحد فئة الستين، يوم الاثنين فئة المية، والثلاثاء فئة المية. تختتم أيضا جميع منافسات هذا اللون يوم الأربعاء في 8/2 في الفردي والمرصص والفحل وإنتاج هذا اللون الصفر. هذا الأسبوع سوف نكون معكم في هذا اللون كما ترون أمامكم مشاهدينا الكرام. فئة الحمر تبدأ بعدها، وكذلك فئة المجاهيم، وسنعرض لكم في اللقطات في عن قريب أيضا أو في هذه الحلقة الجدول بشكل كامل بفئاته بألوانه التي سنكون معكم في المرقيبة. جميع الأخوان هنالك مساءلات حتى على من ناحية موقع القناة في تويتر أو الأخوان هنا في الكنترول عن مواعيد هذه الفئات وعن الألوان المشاركة. نذكرهم بجميع هذه الألوان لأن هنالك بعض المتذوقين وبعض الجمهور وأيضا بعض الهواة لبعض الألوان يسأل عن متى تكون هذه الألوان ومتى يعني ليضع جدول عليه أو ليكون على دراية كاملة بجميع الفئات وجميع الألوان. هذا هو الجدول أمامكم مشاهدين الكرام، المجاهيم والوضح والحمر والصفر والشعل، نسأل الله لهم التوفيق، وأيضا نسأل الله للجنة التحكيم كذلك التوفيق. الحفل الختامي يوم 3/3/1435، هذا الحفل الختامي. معنا راعي الحمر فارس، حياك الله. مساك الله بالخير. فارس بن عايش البقمي. اي نعم. مشارك في فئة الأربعين السنة هذه الحمر. ان شاء الله. ها المنافسة شلون هسه الأربعين؟ والله مجتهدين والباقي على الله سبحانه وتعالى. كل شيء على الله سبحانه. اي نعم. في الأربعين السنة هذه وشلون وش بتصير فيها يا فارس؟ والله قويين. شفت الأسماء أنت؟ والله رأيي فيهم أنهم قويين ومشترين والله يوفقنا ويوفقهم. والله فارس الدبلوماسي واجد ما ادري ليش. احس انك دبلوماسي ما ادري، كلنا الله يوفقه وكلنا ان شاء الله ما جاء المسابقه والمسابقه تحمل على اسم غالي والمسابقه تجمعها للبل وفئاتها وكلها، لكن يا فارس الحمر ترفع عمامتك وتقول انا باخذ المركز الاول ولا تسيف؟ والله اقول انا ما اقول ان شاء الله، نقول ان شاء الله ان مجتهدين والباقي على رب السماوات والارض، اللي الله كاتبه بيصير. وحنا مجتهدين وزملائنا مجتهدين، وهذه منافسة طال عمرك شريفه وعلى جائزه اغلى رجل طيب الله ثراه الملك عبد العزيز، ولا خلانا ننافس ونشري ونجتهد الا اسم وغلى الجائزه وراعي الجائزه. اي فارس احنا هين زملائك اللي ان شاء الله تدعي لهم بالتوفيق وندعي لهم كلنا بالتوفيق، نبي ناخذ لقاءات معهم. لكن انت الحين يا فارس بسالك،
الأربعين الحمر السنة هذه يا فارس، أنت عرفت الأسماء الموجودة في الأربعين الحمر ولا لا؟ اي نعم عارف. وكل راعي إبل يعرف انظره، وكل راعي إبل يعرف مركزه من هالحين. صحيح. أنت إن شاء الله السنة هذه تقول أنا المركز الأول؟ والله أقول مجتهدين وإن شاء الله، إن شاء الله، حنا مجتهدين والباقي على الله. حنا نقول مجتهدين والباقي على الله، وفي ذمة رجال حالفين على المصحف ورجال فيهم خير وثقات ونظرهم طيب ومختارينهم المعازيب، وحنا راضين بهم والله يوفقنا ويوفقهم. اللهم فارس الشراي السنة هذه في الحمر، أول شيء سوق الحمر شلون السنة هذه؟ سوق الحمر طيب والمشترى طيب، وحنا شارين وسبق أعلننا عن طريق قناتكم عن طريق قناة السحرة المشتروات، والله يوفق. مشتروات سم السنة هذه؟ والله شرانا يا شرانا، وهي أعلناها عندكم على في قناة المرقاب. ذكرنا يا أبو عايش. والله شرينا مليونين، 5 مليونين، وشرينا أخذ جامل ومفروض 5 جامل، شرينا 1 مليونين، وشرينا ب6، وشرينا ب5، وشرينا ب4، وشرينا مشتروات. والله إني ما أقدر، لكن نحن معلنينها في عندكم في المرقاب وفي قناة السحرة. تشوف أجل أبو عايش أقيام الحمر السنة هذه صارت أقوى من الأعوام الماضية؟ أقول إيه نعم. أنت صراحة أن إيه ذكرت أيام في الحمر، ذكرت أيام في الحمر ما شاء الله. إيه نعم، السنة الحمر بيرت السنة دي ارتفعت ارتفاعا جيد جدا. جميل. الإنتاج عندك يا فارس، أنت أول سنة ذي تشارك؟ إيه نعم أول سنة نشارك. يعني الإنتاج ما فيه في الحمر السنة هذه؟ لا إن شاء الله السنوات القادمة إن شاء الله. الفحل وانتاجه والتلاد والمرصص السنه هذه استحدثت ايضا لاصحاب الابل واصحاب المنقيات واصحاب وهل الابل وهل هواة الابل بشكل عام. فارس كيف من وجهه نظركم انتم ملاك الابل من خلال جلساتكم من خلال مناقشاتكم في الابل وعن ام رقيب وعن الابل بشكل عام، الفئات الجديده هذه كيف تخدم اصحابها؟ والله هذه حقيقة أنها لفتة من سمو سيدي الأمير مشعل بن عبد العزيز طال الله عمره وسمو سيدي الأمير سعود بن مشعل حفظهم الله، وأنها صراحة لفتة طيبة وأنها بادرة طيبة وطريقة صراحة أنها رفعت مستوى وشجعت ملاك الإبل وخلتهم يتنافسون، وأنا أقول أنها بحد ذاتها أنها تخدم الإبل جدا. الفرديات السنة هذه يا أبو عايش سم بتشارك في الفردي؟ إن شاء الله مشاركي. شو اسمها الفردية وش اسمها السنة هذه؟ والله حشارة ومخربة. الله يوفقنا وياك يا أبو عايش. آمين. الله يوفق حشارة ومخربة إن شاء الله. الله يحقق الحق المنهول، هو وفقنا ووفقكم. الله لا يهينك على كل حال. آمين. لا أنت أبو عايش. طبعا هذا كان فارس والبومي حمر، الحمر ستبدأ إن شاء الله بعد الصفر، وكما شاهدنا قبل قليل في الجدول الموضح لنزول الأخوان عن آلية الفئات وألوانها وجدولها بشكل يومي خلال 40 يوم. نرى اليوم الصفر ونرى أسماء قوية في فئة 40، فئة 60، وفئة 100. فئة 100 السنة هذه مشعلة، فئة 100 السنة هذه أسماء قوية تدخل لأول مرة، أسماء قوية ربما غادرت، أسماء قوية ربما ظلت. سنكون معكم في تقرير، والأخوان الآن متواجدين في أم رقيبة سيعملون لنا تقرير عن فئة 100 الصفر، وكما هو موضح الجدول أمامكم هذه فئة الصفر، والحمر تأتي بعدها يوم الخميس 9/2 إلى 14/2 يوم الثلاثاء، بواقع أسبوع لكل لون. كما أقول لكم مشاهدي الكرام، فئة 100 السنة هذه سوف يكون لها أيضا صدى من خلال المتنافسين في هذا اللون. ندى بن عشوان السنة هذه انسحب من أو لن يشارك في مهرجان أم رقيبة، وأيضا دخول أبناء عايض بن دغيثر في فئة 100 السنة هذه وبقوة أحدثت أيضا قوة في فئة 100 الصفر. أسماء قوية في فئة 100، سوف نكون إياكم إن شاء الله ليلة عرض 100
مع الأسماء التي ستدخل لأول مرة في هذه الفئة؟ فئة الصفر بشكل عام كان لها أسماءها، لها جمهورها، لها تواجدها في بدايات مهرجان أم رقيبة. هذا اللون ظل في بدايات أم رقيبة كأقوى فئات، عندما نذكر من ضمن هذه دبيان السبيعي، وكذلك أسماء بن قشعان الديحاني الفريحي، فايز بن حمدان السبيعي، بن صاهو بن لامي المطيري، عبد الله بن ناصر المطيري، وشكره بن هديبان، أسماء والسلطان كذلك، عبد الله بن عبيد السلطان، أسماء في فئة الصفر، وسيدخل بعض هذه الأسماء السنة في هذا العام. عندما نتكلم عن هذا اللون لون الصفر ونتكلم عن جميع فئاتها، نرى هنالك تنوع الملاك وتنوع المنافسة بشكل عام. كانت هذه الفئات القوية، كذلك سوف يشاركنا من دولة الكويت أسماء في فئة الستين، وكذلك في فئة الصفر الأربعين. كذلك نرى فئة الصفر السنة هذه دبوس الدبوس، والذي سيكون معنا عبر قناتكم رقاب في احتفالاته ومسيرته من دولة الكويت، سوف يدخل هذه الفئة، يدخل بقوة أيضا هذا العام دبوس الدبوس من ناحية الشرايا القوية، حيث سيكون إن شاء الله معنا ضيف في موقعنا في أم رقيبة للشرايا القوية التي تمت في هذا اللون. نرى أيضا أسماء قوية تدخل في هذا اللون السنة هذه من ناحية الأربعين. تحدثنا معكم عن لون الصفر وعن دخولها لهذا اليوم، وأيضا عن أسماء التلاد التي دخلت لأول مرة هذا اليوم. يعني كنت في اتصال مع سمو الأمير مساء اليوم، وتكلم عن لون الصفر بشكل خاص، وتكلم عن أسماء معينة لها قوتها، لها حضورها في أم رقيبة، تمنى أن تكون معهم هذا العام لأيضا إضفاء القوة أكثر وأكثر على هذا اللون لون الصفر. وقاسم الأمير أن لون الصفر هذا العام لون قوي في جميع الحلال، حتى من خلال فئة التلاد فقط إذا تكلمنا اليوم، يرى أن سموه أنها وصلت لمرحلة، يعني كانوا يتوقعون هذه الفئة تكون بمناطق جمال معينة، ولكن تفاجأ سمو الأمير أن بالتلاد وهذه الفئة وحضورها القوي في ميدان الملك عبد العزيز من خلال انعكاسها على هذا المهرجان بأيضا فئة جديدة ربما تكون العام القادم نواة أو بداية فئات لأصحابها وقوتها وقوة شراء في أم رقيبة. مهرجان أم رقيبة عندما يكون أيضا يعطي مراكز متقدمة لأصحاب الإبل يكون لها حضورها. اليوم كان معكم اليوم هذا ميدان الملك عبد العزيز، وأيضا حضور اليوم الأخوان تكلموا عن لون الصفر التلاد هذا اليوم، فاللي هم هنا المراح، فكانت هذه الصور كما موضحة الشعل، كانت هذا في مهرجان أم رقيبة ميدان الملك عبد العزيز، تفاعل وتواصل من الجمهور ولجان تحكيم. نرى أيضا جميع الخيم اللي موجودة في المهرجان، عفوا، مسجلة عليها أسماء اللجان وأسماء النخب، وأيضا الاستوديو البث المباشر الذي يطالعنا في كل يوم بأسماء أصحاب المنقيات. كذلك لون الصفر يبدأ غدا بالأربعين بتسع رعاية، تسع رعاية سوف تشارك غدا في فئة الأربعين. تكلمنا عن أيضا تكلمنا عن الفردي هذا اليوم، تكلمنا عن التلاد هذا اليوم، تكلمنا عن أسمائهم اللي هو فايز بن عواض الهفث المطيري، سعد بن لافي، سعد الشيباني، ومحمد بن عبد الله بن علي العامري، ومحمد بن مفلح النفيعي، وحمدان بن حميد بن مفلح النفيعي، ومبخوت بن رجة الدوسري، ومبارك فهيد ناصر السبيعي، فيصل بن فهد بن فيصل السبيعي، فرحان بن جلوي الشمري، ومحمد جزاء خضر مطيري، وعبد الله مناحي بن سويد العجمي. عبد الله مناحي بن سويد العجمي كذلك اتوقع انه شارك في الصفر في الشعل اللي لم تخني الذاكرة. كانت هذه فئة التلاد اليوم في فئة
في بعشر مشاركين، وتستكمل غدا فئة الأربعين. فئة الأربعين وصلتنا أسماءهم من خلال الأخوان في مهرجان أم رقيبة، زودونا بالأسماء. دخلت الإبل الصفر فئة 40 هذا اليوم إلى شبوك ميدان التحكيم استعدادا لعرضها أمام لجنة التحكيم والجمهور غدا الخميس الساعة 8 صباحا. المتوقع أن يشهد عرض هذه الفئة تنافسا قويا بين الملاك. أيضا أسماءهم وأسماء قوية في فئة الصفر 40 وانعكاسي على مهرجان أم رقيبة. رأينا في دخول متنافسين قويين هذا العام حيث شاركوا في هذه الفئات زائدا مشاركتهم في الفئات الأخرى، وأكثر ما شاركوا فيه يعني هذا العام هو فئة الفردي، لأيضا وجود من وجهة نظر كثير من أصحاب الإبل يقول أن الفردي المشارك في مهرجان في المنقية يشارك معي في الفئة الأخرى، يعني لا ضير في ذلك، يعني شارك هنا وشارك هنا فرص أكثر للفوز، فرص أكثر للنجاح من خلال عرض المنقية والفردية في ذلك. سمو الأمير عبد الله بن سعد بن جلوي عندما كنا في لقاء معه في فلحسة في مزرعته تكلم عن الفئات الجديدة، تكلم عن التلات، تكلم عن الفحل وإنتاجه، تكلم عن المرصص. كان هنالك توجه من أصحاب الإبل أصحاب المنقيات أنهم يكون هذا المرصص والفحل وإنتاجه والتلات أنها تدخل ضمن، وخصوصا المرصص أنه يدخل ضمن الفحل وإنتاجه ضمن الجمل أو ضمن المنقية. عندما تخلص المنقية نطلع منها 12 أو نطلع منها الفحل وإنتاجه وتشارك الفئات الأخرى. سمو الأمير قال يعني أن هذه السنة هذه لن تطبق هذه الفكرة، على الأقل سوف نعمل السنة هذه على وجود منقية كاملة متكاملة بمئة ومرصص والفحل وإنتاجه كل على حدة، كل واحد يشارك بما هو جديد. يعني تكلمنا مع سمو الأمير أن هنالك إضفاء بعض القوة من ناحية المنقيات، وقال هذا يعني طلب أغلب أصحاب الإبل أنه يكون، وخصوصا أهل المنقيات القوية، يعني ما عملنا شيء، هي المرصص بالفعل هي وجيه البل أو صدور البل، فهذه لما أشارك بها هنا وأشارك بها في فئة المرصص تفقد يعني كثير من المراكز، يعني هي مثل ما أخذ في المراكز الأولى ممكن أن يأخذها في المركز الأول هنا، الثاني ممكن يأخذ المركز الثاني هنا، لأن فيه يعني نسبة وتناسب في مراكز الجمال، فاقترح أن يكون المرصص بوجه خاص، أن يكون يعني فئة لحالها خارجة عن الجمل وعن المنقية في مهرجان أم رقيبة، يعمل بها كفئة جديدة وكفئة مشاركة. أيضا تكلم سموه عن الفحل وإنتاجه، تكلمنا معه عن بعض الألوان، ممكن يعني بعض الألوان تختلط على حتى لجنة التشبيه لجنة التحكيم عندما نرى الصفر والشعل، فكثير من الألوان في هذه الألوان طبعا تختلط على أصحاب حتى على لجنة التحكيم، نرى لجنة التشبيه في لجنة التحكيم نراهم حتى في بعض يعني السنوات الماضية قيل الماضية كان هنالك الشعل تدخل مع صفر، صفر تدخل مع الشعل غير الألوان الأخرى، وهذا ما وضع هنالك لجنة تسمى لجنة التشبيه كلجنة أولية تفرز لميدان أم رقيبة أو الشبك الأصلي اللون الذي وفق الألوان المحددة للجنة التحكيم. حسين الزهري مساك الله بالخير. يا هلا ومرحبا، حياك الله. الله يحييك ويسلمك. يلا حيي. يلا ابقى السنه هذه مرقيبه انتهى الاسبوع الاول من الشعل وابتدى الصفر اليوم. اي نعم طال عمرك. البل ايش قوه هالسنه يا حسين؟ والله طويل العمر طبعا اللون الشعل اللي خلص الاسبوع اللي هذا الحال القوي، يعني مع انه ما اغلب الناس ما او يعني الاعداد اقل، بس الحلال كله اللي شارك اغلبه حلال قوي. طبعا في دخول ناس جدد السنة هذه، فلاح بن حمد الملهم العجمي هذا أول دخول للسنة في الشعل ودخول قوي جدا. قوي نعم. طبعا خالد بن حزام بن حسن لأنه هو له إنجازات في قبل، بس إيه راعي جلاده هو. راعي جلاده. إي نعم. راعي جلاده الجديد. إيه. طبعا انتقلت من كريه جلاده إلى خالد بن حزام. بن حزام. إيه.
قبل خالد بن سعود بن حزام. نعم. هو طبعا خالد بن حزام. خالد بن حزام وفلاح بن حزام كذلك شارك معنا في قبل. اي هو خالد له مشاركات الانجازات قوية بس انه تقريبا سنتين او لظروف معينه احنا خلص ما عاد يشارك. السنه هذه دخل اخوه القوي. طبعا عندك الفطيماني له كم سنه ما عاد شارك. يعني فيه ناس لهم مجازات لهم سنين ما عاد شاركوا بالشعل وفي ناس جديده تشاركوا بالشعل. فالشعل فيه يعني فيه منافسه قويه بس انه الاداء اتوقع ان الاداء منها اكثر من كذا. صحيح صحيح. مسجلين يعني اللي حضروا ممكن سبعة. انا اتوقع ان الحضور ممكن يكون اكثر بس الناس انهم ما جاهم الا الامر بالسماح بالتلاعب اللي ظهر في وقت قصير وهذا اللي خلى الناس تعرف مرقيب لازم تستعد لها استعداد يعني الموسم كله. حتى حسين حتى تجربه السنه هذه تجربه هذه يعني الناس الناس ما فهمت بشكل عام وش الفئات هذه السنه هذه يمكن ياخذون معلوم. لا هذا طال عمرك الفئات هذه السنه هذه طال عمرك مكرمه كبيره الملاك البل وشجعهم. السنه الجايه ان شاء الله باذن الله بتشوف يعني العالم كلهم بيشاركوا لان كله بحاجه الى السنه الجايه. هذه طال عمرك الاشواط هاي تدعم الملاك البل بشكل عام. اللي ما عنده استطاعه في المياه اللي عنده الستين، اللي ما عنده ستين عنده الاربعين، اللي ما عنده استطاعه عنده الانتاج، اللي ما عنده يعني الاعداد دي كلها عنده المرصص وفحل وانتاج والفردي. الله يطول العمر الامير مشعل ما خلى يعني لها يبون الناس كلهم يستفيدون. حسين السنة احنا لاحظنا طال عمرك اقبال على مرقيبة ان شاء الله السنة هذه. طبعا انت بتشوف الكاسرة بتجيك في المغاسيل الوضح والمجاهيل يعني العالم كلهم بتشوف يعني اقبال مو سهل السنة هذه ان شاء الله. ايه حسين السنة هذه اسماء شاركت ويعني ولم ما نقول انسحبت لم تشارك بشكل عام في مهرجان المرقيبة. تكتيك جس نبض للمشاركين وش نسميها يا حسين؟ يعني شاركوا قبل السنة هذه ما شاركوا؟ لا سجلوا تسجيل أولي في عرقة. إيه. وما شاركوا مع السنة وما دخلوا الميدان. والله يعني شوف أغلب الناس طال عمرك اللي يصير عنده ظروف يعني ما الواحد ما يحكم على الناس لأن ممكن عنده صار عنده ظروف. أغلب الناس يعني يبي أنها منافس له معين ما شافه حضر. يعني تعرف دائما المنافسة إذا صار هي منافسة شريفة. وكل يعني ينافس الواحد ينافس اخوه عرفت. اغلب في ناس يعني يبون المنافس اللي انه ما حضر انا ماني بحاضر. في ناس اللي عندهم ظروف يعني معينه اللي خلصت ما يحضر ولا كل مالك يبل وده انه يحضر هذه الجائزه وانه يتونس فيها وانه يشارك في هالمهرجان. حسين ام رقيبه ما شاء الله لاحظنا تطور السنه هذه تطور فظيع. حتى المنصة حتى طريقة الدخول الأمير عبد الله بن سعد بن جلو يعني ما قالهم يدخلون يعني مثلا بعد الظهر. هذا أول شيء سهل على وسهل على اللجنة أنها تدخل من عصر يرتاحون. اللجنة ما يكون عندها طال عمرك تأخير في دخول الحلال. كل الحلال كله موجود وهذا شيء طيب شيء طيب وسهل على المشاركين كلهم بشكل عام. المنصة كل اللي تفرج كله طبعا كلها مدرجات يتفرجون فيها. تنظيم طبعا الفرديات اللي يكون فيه ناس متخصصين يعني تعرف اغلب الناس يقولون فيها عبث بالحلال واللي وحنا نقول ان شاء الله انه ما يحصل يعني الناس اكيد انه يحصل بس انه في المهرجان هذا ان شاء الله ما شفناه ولا احنا بشايفينه ان شاء الله. هذا طال عمرك يعني ام رقيبه بشكل عام قمه في التنظيم السنه هذه الا في نقطه واحده ذكرها الامير عبد الله بن سعد بن جلوي الله يطول عمره انها يعني التسجيل. اغلب الناس مثلا تعرف الناس كلهم شجع الثاني. يعني انا نويت اشارك بعد ما شفت الحلال اللي شارك وشفت الناس اللي شاركوا. المفروض المجال انه مفتوح لهم الى يعني الفئات الشعل اللي قبلها بيوم الى ليله انطلاق الفئات اللون. نعم في ناس طال عمرك بيشترون. هذه والله فكره جديده بيشترون. بدخل طال عمرك السوق ولا بروح ادخل لي منقيه وبشتريها كامله. ابى ادخل بشارك
يكون مجال مفتوح لي. عندي طبعا بشارك في الوضح، تعرف المجال شهر صحيح. من بداية المهرجان إلى نهاية الشهر كامل، يعني عندك طال عمرك شهر، خلني طال عمرك أشارك في الوضح، في المدهيم، في الحمر، يكون عندي هذا رأي طيب يا حسين ذا. نعم يكون المجال مفتوح إلى قبل الانطلاقة بيوم واحد، حلو، إلى قبل انطلاقة نفس اللون، نفس اللون قبل انطلاقة بليلة، هذا يكون مجال الناس طال عمرك، في ناس بيدخل يروح بيشتري له منقية كاملة، بيشتري له مثلا فردية، بدخل في فردية بعيني بيلو تاجي وبشريه، يكون المجال واسع. هذا طال عمرك أول شيء، طال عمرك إنه يكون المشتري مجال. طبعا ما شاء الله المكان مهيئ للتسجيل في المهرجان، يعني المكاتب والموظفين وكل شيء، الله يطول عمر الأمير مشعل والأمير سعود المشعل، يعني كل شيء مهيئ، يعني أبد أنت بتسجل خلاص روح. والله رأي طيب، والله رأي طيب يا حسين. الله يكون ويكون فرصة أكبر للي بيشاركون، يعني حتى الفئات، حتى الأعداد الجمل إذا جاء بيشارك الآن نجدهم أقل من التسجيل، عندما نضع فرصة أكبر يجون يمكن ناس من قريب من المرقيبة، يمكن ناس عرفت إن فلان مشارك فلان مشارك في ليلتها قبل ليلتين يشاركون في نفس مع أخوانهم. في ناس طال عمرك ونعرفهم وندري إن في ناس يوم دروا إن مثلا الشعر التراد، العالم متوقعين طال عمرك هالتراد إنهم في تعدون الثلاثين في الشعر جاوا لو عندهم مجال راحة. خلاص كل الناس تعرف السنة هذه الاستناد كلهم بيروح، يعني بيقول أنا ماني برايح السنة هذه، بس يوم شاف الحضور طال عمرك إن اللي بيشاركون سبعة أو ثمانية أو بشارك بروح أسجل، قال خلاص مع التسجيل، التسجيل انتهي قبل الانطلاقة بأسبوع تقريبا ولا شوية، لا أكثر بشهر، كل مجال أنا مفتوح. هذه بس النقطة للسنة هذه إن حنا لاحظناها، ولا والله الترتيب كله طيب وكل شيء منظم. حسين على النقطة اللي قلتها، أمس دخل العجمي أتوقع في المرصص في الشعل، دخل هو الوحيد في هذا العجمي في فئة الشعل، دخل الوحيد هو في فئة المرصص وأخذ المركز الأول. البارح سولفت كنا في البرنامج وأعلنت إنه المركز الأول الفعلي هذا العام اللي اخذه العجمي، نقدر نصرح به لانه هو الوحيد المشارك. كلموني بعد البرنامج، كلموني حسين ناس يقول فلان ليش ما علمك، قلت فلان ما يعني هذا بشكل يعني بتسجيل ما تسجيل، قال لو درينا دخلنا مع الاخوان لو التسجيل مفتوح. وهذه نقطه يا حسين اثرتها الليله، وللامانه يعني هذه من وجهه نظري ان هالنقطه هذه هي اللي تحل بعض اشكاليات نقص المراكز في بعض الالوان وبعض الفئات في مرقيبه. اكيد احنا ما توقعنا السنه دي ان هلا التلاذ بيصيرون سبعه وثمانيه، توقعنا اصلا اعدادهم من 30 25. ليه؟ مده التسجيل انها محدوده، اغلب الناس ترى توهق بالتسجيل عن طريق النت الموقع، ترى في ناس سجلوا على انهم انقبلوا في التسجيل وهم ما سجلوا، والله ناس واجد اعرفهم وطلعوا ما حسبوا لهم شيء. ابدا حط تسجيل عن طريق الموقع، حط تسجيل عن طريق المكتب، حط يا اخوي حط تسجيل واسحب ورقه طباعه، اطبع لك ورقه انك سجلت، خذها خلها معك. نعم تسجيل في الموقع، موقع المهرجان فيه مكاتب موظفين فيه كل شيء مهيئ، خله طال عمرك واحد موظف واحد ابد، اي واحد يجي يسجل، حتى التحكيم بعد بكره خلاص يمديك تدخل اليوم بعد بكره اللجنه تحكم، وش يمنعك خلاص تسجيل. هذا بس النقطة يعني اللي لاحظناها، ولا يعني الترتيب كله ما لا الترتيب أمان حسين السنة هذه في التحكيم كلجنة استشارية وكدخول اللي بالقبرها بليلة وكتنظيم وتعال استلم ابلك بعد ما نخلص، هذا شيء طيب السنة هذه. نعم بس الفرديات ودك انهم بس نتمنى ويتمنى كل ملاك البلد انها ترفع الى خمس. الامير مشعل الله يطول عمره والامير سعود ما قصروا، يعني كل شيء وكل سنه يزيدون فيها، بس الفرديات دائما يصير فيها ضغط يجي حلال واجد، يعني اذا صار الارقام محدده هي ثلاث ارقام عندك حلال خلاص، المعروف ان الفرديه هذه وهذه وهذه انها اللي بتاخذ المراكز هذه، اغلب الناس عنده حلال قوي ما عاد وده ما وده يشارك، بس انه هذه نقطة ما عاد له نصيب، يعني الفرديات ثلاث مراكز
ثلاث مراكز. ايه ونبغى خمسة. الخمس يعني بتكون مرضية للجميع. مرضية، حتى في ناس كثير بيشاركوا في هذه الفئات، لكن معروفة الأول والثاني يمكن محسومة، ما هم رايحين يشاركون مركز واحد يمكن يجتمع عليه 10 15. أروح أشارك وأنا أدري إن هذه تأخذ الأول وهذه الثاني وهذه الثالث. ايه ليه؟ حلال قوي وخلاص. ومثلا اللي عنده فردية يدري إنها لا نصيب، بس خلاص المراكز محددة ثلاث مراكز. المرصص يا حسين السنة هذه أنا يعني مع سمو الأمير في لقاء خاص قلت له في المرصة السنة هذه ليش ما نطلع من الجمل المنقية ويشارك؟ ليش خارج المنقية؟ عشان يكون في فرص أكثر لأصحاب المنقية. يعني من وجهة نظرك يا حسين، وجود المرصص كفئة مستقلة من غير الجمل المنقية الأساسية يساعد في 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 إبراز هذه الفئة؟ نعم، أول شيء طال عمرك أنها يكون فيه مجال للشراء. إذا طبعا المرصص هذه ترى ما هي عادية، هذه تكون كلها فرديات. المرصص هذه طبعا دبل مرصص، مين مرصص؟ المرصص ست، هذه دبل مرصص. هاي طال عمرك بتكون يعني حركة للسوق من سهلة للحلال يقوي الفرديات. أول شيء طال عمرك وفتح مجال للآخرين اللي عندهم البيئة هذه إنه يشارك. بس إذا صرت طال عمرك أنا عندي 100 وحلال يلا مثلا بشارك في المرصص وبشارك في الفردي وبشارك في النخبة وباخذها، عرفت؟ ان هل هم منعوهم الحين طال عمرك انك اللي تشارك في فئة ما تشارك في الفئة الثانية؟ صح؟ صحيح. هذا شيء طيب وهذا تشجيع وهذا فتح مجال للآخرين. يا سلام، هذا ما في نظام قمة، ما في كلام. بس يمكن يعني انا بشارك في 40 اشوف نفسي في المرصص، يعني يمكن افوز في هذه الفئه واترك الفئه كلها 40 واجيب واجيب وجيه البل زور البل احطها في المرصص. اي اكيد طال عمرك كل واحد انه يشوف يعني كل على ما قال عارف تصير نفسه، الواحد عارف نفسه وش يصير مجاله فيه ويمشي فيه. بس انك تشارك في المرصص وتشارك بها في الجمل هذا يعني ما هو ويمكن تطابق يعني في الجمل وفي المرصص تطابق المراكز يعني حتى من قوة ذولا المشاركين. بس إذا صرت الأمر خلاص تشارك في واحدة ولا تشارك في فئة ثانية، هذا هذا شيء زين ويستفيدون الآخرين. لا بالله شوف النظام بأنه يعني ما في كلام. الفحل وإنتاجه برضه. والفحل وإنتاجه أصلا الفحل وإنتاجه طال عمرك هذا الشيء من الأساس للبل. طبعا البل بدون فحل وش تسوي؟ الالوان، مطابقه الالوان يا أيوة. حسين، مطابقه الالوان الفحل، بنات الفحل شرط طابق الالوان. ايه يمكن تكون مثلا امهم هو اشعل امهم صفراء يرجعوا لهم هواجد. يعني الالوان في الفحل وانتاجه من الضروره هاللون، تطبيق اللون نفسه ولا للنسل. والله انا اسمع، والله اني اسمع تصريح الامير عبد الله بن سعد الزوي رئيس اللجان تحكيم انها يقول من جدع وتحت، يعني من جدع وتحت. ايه الثنية طبعا لحد الالوان اربع ابكار وقعود سواء مباريد او حقائق او لقايا، وهذا بعد شيء طيب ويشكرون عليه انه طال عمرك يعني هيئوه المجال المشارك انه يعني بدون تحديد سن ولا حد ما سمع تحديد الوان، يعني اكيد اللي بيكون فيها دين انها هذا الفحل وهذا انتاجه. جميل. وان اللون ما ادري عن تحديد اللون ما ادري والله انظامه، بس البعير من الاشياء الاساسيه للبن. اي نعم صحيح. بس يا حسين انت تهدي تشجيع ملاك البن. انا يوم اقول فحل وبناته، في بعض البنات ياخذون اللون من امهم، يعني ما هم من الفحل نفس اللون مثلا، يعني في تطابق الالوان. ايه في المطابقه اللون شرط اساسي في الفحل وانتاجه. كثير من ملاك الابل يقول يعني لو الشرط ذا يشال بنشارك بشكل اكبر، لان عندنا الوان البنات ترجع لامهم يمكن وترجع بالشكل وكل شيء لابوهن. اي هاي توني افهم. اي انا شفتك قبل شوي ما 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 فهمت. اي نعم طال عمرك، هذا اكيد بيحصل عند هذا الشعل والصفر. طبعا ايه دائما على راس صفر يكون معه شعل وراس الشعل يكون معه صفر. هذا يمكن سمعت يمكن انها على مثلا انا بشارك بعير
عصفر وبناته اكيد يمكن البيذاني حد فالشقح وفالشقح بعد وش اسمه الوضح والشقح والوضح والله انا اشوف خلاص دام الفعل الواحد انها على هذه ان الزحل هذا عند انتاجه اللوم ايضا الامر ولا القائمين على المهرجان يعني تحديد اللون انا فهمت انك انا احسب انه يعني لون احيانا تعرف المجاهيم تكون فيها خلط يعني سوداء وصحابة هذا يعني وقمرة في حتى في المجاهيم بعد هذا كله واحد بس مثلا تعرف صح ان الشيش البيض الاصفر لازم يحلف له بشعر ايه اغلب الرسابحات ولا شعر صفراء صحيح يعني شوط البحل وانتاج من الاشياء الضرورية ومن الاشياء اللي هو اصلا من الاساسيات البحث هو اللي شجع هو اللي طال عمرك ما يامر بالبحث يا سلام حسين بعيدا عن لون الصفر المجاهيم السنه هذه وش قوه الاسماء اللي موجوده فيها؟ سام المجاهيم لون المجاهيم فئه المية فئه المية؟ ايه ما اطلعت عليه حسين؟ والله ما اطلعت عليه بس احنا طالما اكيد ان المياه السنه هذه فيها المرسان ناصر بن سعيد المرسان الهاجري هذا من الاسماء المشهوره المعروفه يعني من اهل المجاهيم حشر السبيعي طبعا من الاسماء المعروفه للمجاهيم يعني هذا اللي نسمع يعني في المياه انهم بيشاركون واكيد في ناس بس اني يعني تعرف المجاهيم عدها يعني باين عليها كم اسبوع بس اللي نسمع ان الاسماء هذه انها بتشارك واسماء مشهوره ولها انجازات جديده الله يوفق الجميع يا حسين ان شاء الله بتكون معنا ان شاء الله في المداخلات القادمه الله يهينك يا حسين الله يحييك ومرحبا مشكورين الله يطول اعمارك الله يهينك يا حسين اضافه يا حسين سنكون معكم مشاهدي الكرام مع ايضا اللقطات التي كانت ميدان المرقيبه امس لون الشعل وسوف نعود لكم الهوى في ضميري بدا به يوم ان كل الميول وهوى بال يلي هويت البل ما به غرابه سلم لجدانك من سنين وليال البل من ايام النبي والصحابه لها مع التاريخ وقفات وفضل الله ذكرها بايت في كتابه سبحانه اللي قدرته ما لها مثال هذه عطايا الله من الله وهبه سفن الصحاري يوم نازل ورحال من دونها تقرع طبول الحربه كسب العرب لعود الدم شلال يوم المراجل بين أهلها نهبه كم دونها قد راح رجلي وخيال قد قالوا العراف وقت المهبه البل بثنتين تحصل دق وجلال بل أحمرين أم الذهب ينجز به ولا السيوف الحدب والدم لازال أفضلها ما تنحصر بالكتابة ولها بوسط القلب قدر ومنزل يقري لبنها الضيف حزت شرابه يوم السنين هزال والوقت محتال ولا لحمها فيه زاد وصلابه ويعرض شحمها قدم بيضان الأفعال كم شايب رزقه وكسوة ثيابه بعد الولي من ذوده ماشي الحال يجود من ماله ويستر جنابه لو ضاعت بله ما ملك قرش وريال هي عزنا لو كشر الوقت نابه ولا تبدل حال الأيام بأحوال واليوم في نعمة وخير ومثابة من فضل ربي ننعم وحظنا عال
من يوم ابو تركي سارت به ركبه ولم نعم الارض والخير لازال الحمد للي نرتجي من ثوابه من بعدها نطلب تحقيق الامال يالله بنا وين قام يردم سحابه ياخذ شهر وابلع على الارض همال الخير حمله والسعد في عقبه يسقي ثرى الاوطان من عقب الامحال سيلح حقوق كل حي دربه ولو دية تمشي من الجال للجال عشرين يوم العشب يكسي تربه نبت الزهر تلقى به الوان واشكال المسعد اللي داج فيها الله يحييكم من جديد. كذلك هذه اللقطات كانت أمس في ميدان أم رقيبة لون الشعر، كنا مع حسين الزهيري وتكلمنا عن لون الصفر ولون الشعر هذا اليوم. ونشكر تعقيب سمو الأمير عبد الله بن سعد كان معي في اتصال في الفاصل. وجود الأمير عبد الله الأمانة بن سعد بن جلوي عندما تكلم يتكلم مع الأخوان جميعهم من ناحية إثراءنا في بعض المعلومات، إثراء المشاهد بمعلومات أكثر وأكثر عن مهرجان أم رقيبة، قربه وأيضا من المشاهد، قربه من الإعلامي، قربه من القنوات الشعبية بشكل عام الناقلة لمهرجان أم رقيبة من الناقل الرسمي التلفزيون السعودي. أيضا كان معي سمو الأمير في الفاصل، فكنت أسأل أحد الأخ حسين الزهيري عن الفحل وإنتاجه وعن عدم تطابق الألوان إذا اختلف لون الأم مع سلالة لون أيضا الفحل وتوحيده. نشكر سمو الأمير أيضا على الاتصال وأيضا على الإيضاح أكثر وأكثر للمشاهد وكذلك لإثراء المعلومة للمشاهد بأكثر شريحة، وذلك يعني ممكن أن تكون هنالك بعض الآراء، ممكن أن تكون هناك بعض الأمور يعني تؤخذ بالحسبان وتؤخذ ب يعني من المشاهدين من الملاك، والقرب هذا دائما لجنة التحكيم والقرب مع الملاك يعني بالنظام وأيضا بالتوجيهات من لجنة التحكيم هي ديدن وهي أساس في مهرجان أم رقيبة. أيضا نتكلم عن لون الصفر هذا اليوم، وفي قصيدة في الصفر اليوم وجاهزة. سعد مرحبا بك يا طلال، حياك الله. يا هلا والله، وش علومك يا سعد؟ بخير بالشركة. وش قلت في الصفر؟ والله الصفر قلنا فيها قصيدة وصف قصيدة، كان عتبونها أبشرون. عطنا الوصف يا سعد. القصيدة يقول الله من نفس تزيد لهتها علوة التحقيق غاية تمناها ودادها مشاتها لو نستها وظلت شقاوية وطوى شقاها أبطت عن الضيقة تدور ساعتها إلى انباح من التوجد خفاها على وجوده وايت هاويتها منذ زمان أول بداية أصباها وتلت لي الحال واشتاليتها معشق نفس ما تحقق شهاها يا الله يا حلال حل شركتها وحقيق لها في سعيها سراها ما يقلق النفس ويزيد صلفتها ويقلب لها الضيقة ويبحث كناها ألا عمس جو البلاد وكبتها وروتينها اليوم لمت غذاها ضجيج زحمة ناسها وقرعتها وعسامها اللي راكد في سمها مليبها لو الملا ساكنتها ولو جمل وبحل الزخار تبناها ولها وبشفي جمع ناس انشهتها مما اشتخلق سالفة وتعباها بلسان واحد لبو حاضرتها تجمع عليها كلها وتهذاها يا مشملت فيها ويا مدبتها كل يلاحيها وراها وراها ولقيل ثالث سالفة وثمرتها وكسد بس انشل علىها وله بشفي جمع ناس انسمتها الركب خلف الشايعة لاحتواها وليحتوت موضوعها صدقتها من غير ما تدري من اللي رواها والصبح تنقلها على سامعتها وتزيد في تاويلها حسب راها اللي جت واردة
صدرتها الله لا يبلانا مثل ما بلاها والغاية اللي وسط نفسي حزتها سجل قدم في نجد بيت نحاها في جبالها وهضابها ووديتها وجرها صحاريها وشمت هواها في شف صفر الندر في صفتها خيارها الدنيا من أطرف حداها لا شاف اللي يبغى صلب نعتها بقول ما قد شفت فلب الحلاها ما قف نبعرنونها ورثمتها مصاغي النشوي واللي صغاها مصغ النب العرنون طول سبلتها عيطا سهاوية كبار اعضاها ما يعتنس حلابها بحجبتها من طول قوام العظام ورهاها قب السنام اللي على مردفتها خرح الاذان الفاحقه عن قفاها ومعطول سيفين الحيط فحتها ومعطول غاربها طويل نسداها ومعرقها حرشا قصير وبرتها ومعلونها لون الغرابي حلاها صفرا مع دلة سماح فرعتها لحد عاتقها السوادي غشاها معذيلها وكتوفها وشعفتها ومعزينها يطرب لها من زناها دبسا شعوى طالها درهمتها ينطل شماغه من تغنج غياها لا درهمت ترخي للأرض رقبتها وتلعب هومة راسها معيده لا دبسا شعوى طالها درهمتها ينطل شماغه من تغنج غياها لا درهمت ترخي الأرض رقبتها وتلعب هومة راسها معيداها واليوم مشت بعد المسافة طوتها مشايف من طول شوحة اخطاها يدها تقول اليوم مشت وحذفتها دل ونعراها فالت مرشاها وان كان ما ودعت معدانيتها كمات شيخ الحجة ما قضاها نفسي على المقسوم تحمد وقز القناها شيم لفضاها وسلامتك اطران تنشايف وانت سالم يا سعد وبيض الله وجهك وشوقت أهل الصفر بكرة للميدان والله ولا المسيرات نشوف ايه ان شاء الله ايه بكره عاد مش لا ما تشوقون ان شاء الله الله يعيننا وياك ما تشوقين المرقيبه تشوق وتحمس عساك رايح للمرقيبه اليومين والله ان شاء الله انا في ضواحي المرقيبه وان شاء الله ايه بكره ان شاء الله في المرقيبه لا ما دام في ضواحي في المرقيبه بكره الله يوفقنا وياك وياك ان شاء الله الله يعينك يا سعد في لون الصفر كان معنا سعد في وصف لبل قليل جدا في وقتنا الحاضر يعني الوصف الدقيق اللي الإبل نجد شعراء يعني شعراء الوصف قليلين في الإبل يعني من ناحية الجمال من ناحية جميع ما يخص الإبل من مراكز جمال هذا يعني من الشعراء يعني والشعراء بشكل عام هذا في من خلال الشيلات انعكاسها على الشيلات من خلال انعكاسها على المرقيب بشكل عام نجد القليل منهم يتقن فن أو فن الوصف بشكل خاص عندما نقول أن الوصف لأن الوصف فن فهو فن الأمانة عندما نرى تفسير ووصف دقيق في مراكز جمال إبل نجد أشخاص لهم حضورهم في هذا اللون كذلك مشاهدي الكرام قبل أن أختم معكم لابد أن أشير إلى يعني بعض الإخوان وبعض الإعلاميين يعني يتكلم عن مهرجان المرقيبة وعن هذا الموروث الشعبي عن ماهية هذا المهرجان وعن أن هذا المهرجان يعني بشكل أو بآخر يعني بعض الإعلاميين جزاهم الله خير يشير إليه ببعض الأمور يعني اللي لا تهم يعني إلا رأيه ولا يهم إلا شخصه يعني عندما نجد هذا المزايا ينعكس كموروث شعبي ينعكس على الإبل والإبل مذكورة في القرآن الكريم أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت وعن أيضا التفاخر وأيضا بالإبل فقط وليس بقبيلة ولا بنسب يعني نرى كثير من الأخوان في أم رقيبة من جمهور قبيلة أخرى من جمهور فلان يعني بغض النظر عن القبلية والله العظيم شاهدتها أنا من خلال مهرجان أم رقيبة يعني تلقى صاحب المنقية فلان يشير له من قبيلة ثانية هو اللي كاتب من قصيدة أخرى من القصيدة من قبيلة ثانية انعكاس مهرجان المرقيبة هو اتحاد هو لحمة يعني عزكم الله يعني لو نشوف بعض المهرجانات يعني في الخارج يعني هم يهتفون بالدول الغربية نجد فيها مثلا أكرمكم الله أكرم المشاهدين الثيران نجد يعني الأمانة يعني أستحي حتى أقولها في هذا البرنامج يعني مزاينات عندهم يعني تنعكس سلبا عليهم اللي هم يتغنون فيهم أن من هناك يعني بعض التطور بعض الأمور يعني أنا الأمانة عندما أتكلم عن هذه النقطة أتكلم عن جهة أخرى ويعني هي انعكاس هي ثقافة
عندما تكون بزين المرقيبة هي اللحمة الأساسية للشعب السعودي، وأنا يعني وكل أخوان مطلعين عليها كإعلاميين كمشاهدين كتواجد كل قبيلة في خيمة الثاني، وكل رجال وكل يعني رجل نراه في خيمة فلان من القبيلة الفلانية، هو لحمة، وهي طبعا من أهداف مهرجان المرقيبة. أرى مواقع التواصل الاجتماعي هنالك يعني يتكلمون كثير عن المرقيبة، عن سعيها، وهي آراء شخصية، ويتغنون بمعارض وحضارات. الحمد لله لدينا ولله الحمد من الخبراء، ولدينا من الباحثين، ولدينا من الأكاديميين ما هم يعني شرفونا، ويعني لدينا يعني كثير من النظام الذي يخدم الفرد السعودي، نظام البعثات في المملكة العربية السعودية، وتكفل الدولة بهم. يعني جميع هذه الأشياء وجميع ما ذكرناه يعني ما هو إلا قليل من كثير لهذا الوطن. فمهرجان المرقيبة جزء لا يتجزأ من ثقافتنا ومن موروثنا الذي نفتخر فيه، الذي ولله الحمد يطبق أكثر، يعني حتى تأثر الأخوان في يعني في الخليج بهذا المهرجان، وقاموا أيضا بإضافته أيضا بتشكيل لجان، وأيضا مشاركة الإبل كتطبيقا لمهرجان المرقيبة. مهرجان المرقيبة هو مهرجان موروث ثقافي شعبي يعكس اللحمة الوطنية، ومرقيبة لها هدف، ومنها ضمن هذه الأهداف هي اللحمة الوطنية بين أبناء القبائل والعوائل، وهي تطبق في مهرجان المرقيبة. لما تجي يعني أي موقع خيام يعني عاش عند القبيلة الفلانية، المتنافسين في مهرجان المرقيبة تجدهم عند ليلة المسيرة، يعني هنالك تواصل، هنالك ود، ولكن هنالك منافسة، يعني منافسة تحت هذه الجائزة، منافسة شريفة تنعكس عليهم، يعني ممكن أن تكون هذه المنافسة باحتدام قوي، بشراء، بأمور أخرى، ولكنها لا تتعدى كونها مشاركة في جائزة المؤسس. النقطة هذه للأمانة أثارتني يعني من وأثارت الأخوان يعني في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن مهرجان المرقيبة وعن انعكاسه، يعني قليل يعني الإعلاميين أو الأخوان يتكلمون بهذا، ولكن هي معلومة فقط، يعني معلومة لإبراز هذا الموروث الشعبي، لوجود هذه الإبل التي ذكرت في القرآن الكريم في هذا الموروث الثقافي الشعبي لدينا، انعكس علينا وانعكس على هواة الإبل، حتى اللي مهم مشارك في مهرجان المرقيبة اللي يسترزق في الحراج اللي موجود في مهرجان المرقيبة، نراهم الآن الأخوان بيع وشراء، ونرى جميع يجلب المهرجان المرقيبة يبيع ويشري، هي انعكاس أيضا لأصحاب الطبقات الدنيا أو الطبقات الوسطى أو الطبقات العليا بعد، يمكن من ناحية انعكاسهم في ميدان مهرجان المرقيبة. هو سوق تجاري، سوق شعبي لأصحاب الإبل، لهلل الإبل يعني من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب. عندما يتم مهرجان المرقيبة يكون هنالك صفقات وشراء وعمل، يعني نراهم في عندما أخذنا تقارير في الأيام الماضية سنعرضها أيضا لاحقا، وجودهم في ميدان وفي مهرجان المرقيبة، سواء لأهل الشبوك، يعني الشبوك اللي حاطينها للبيع وعملية الشراء، يعني نجد هنالك ناس يتوجهون للمرقيبة قبلها بأسبوعين، ويستأجروا الأماكن قبلها بشهر شهرين، رزق بشكل أساسي، هي مورد لهؤلاء العوائل. يعني حتى نرى الأخوات النساء من ناحية بيع بعض الأمور تخص الإبل هنالك، يعني هو انعكاس اقتصادي لمهرجان أم رقيبة، موروث شعبي. نرى أيضا المعارض المصاحبة لمهرجان أم رقيبة، نراها كمؤسسات حكومية مشاركة، يعني نرى الهيئة للسياحة، نرى بعض الأنشطة الأخرى التجارية، بعض المسارح اللي موجودة فيها. هي يعني مهرجان، عندما سمي مهرجان هو مهرجان تجمع لهؤلاء الناس، نحتاج مثل هذه المهرجانات. أولا لدعم السياحة، عندما نجد السياحة لدينا نجد عندنا كفاءات، نجد عندنا مدخرات، نجد عندنا بنية تحتية قوية للسياحة في المملكة العربية السعودية. نرى الأثار، نرى التراث، نرى التنوع، السياحة الدينية عندنا مكة المدينة، نرى المهرجانات الموجودة في المملكة العربية السعودية وأثرت أيضا الزائر لدينا. عندما نتكلم عن هذه المهرجانات ما هي إلا نقلة للفكر، وأيضا نقلة للثقافة للخارج، ليروا جميع ما يخصنا موروث شعبي
في مملكتنا الغالية وانعكاس أيضا على هؤلاء الزوار. دعم السياحة عندما نتكلم عنه نتكلم بمثل هذه المهرجانات التراثية كما تكلمنا، نجد مهرجانات والله ما أقدر أتكلم أنا الآن أمام الكاميرا، يعني مهرجانات يعني الحيوانات عزكم الله بالملايين، قريت عنها يعني قرينا عنها ب 12 مليون 13 مليون دولار في هذه الحيوانات، يعني لا أدري يعني لا أعلم وين هؤلاء عن مثل هذه المزينات الموجودة في الصين وموجودة في أمريكا وموجودة في دول أوروبا بعض الدول الأوروبية، يعني الثيران وغيره، يعني عزكم الله يعني هنالك. عندما نتكلم عن مهرجان المرقيب نتكلم عن الإبل والذي كرم الله سبحانه وتعالى في كتابه، والآن نحن في كرنفال وفي مهرجان نجد هؤلاء ونجد نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وانعكاسه أيضا في مملكتنا الغالية من خلال هذا اللون وهذه الفئات من الإبل. يعني كان هنالك غصة يمكن وتكون يعني يمكن عبر فيها بعض الشيء، ولكن يبقى الكثير في من هذه الناحية عندما نتكلم عن مرقيبة. مرقيبة في الأخير ما هو إلا مهرجان ثقافي، مهرجان تراثي يعكس مستوانا يعكس تراثنا، يعكس ما اجتماع حتى اجتماعيا نجد الأخوان موجودين هناك من خلال التقاء والتجمع. كثير من الناس ما يلتقي في مهرجان المرقيبة، حتى من العائلة الواحدة حتى من الأسرة الواحدة يلتقون في هالمهرجان. إذا أردنا أن تكون أقلامنا مصوبة نحو أحد أو أن تكون أقلامنا تكتب بما لا تدري، فيعني هنالك مجالات أخرى اكتب فيها من هنا إلى بكرة في يعني إذا كان هنالك آراء شخصية لبعض الإعلاميين أو بعض الأخوان الزملاء في الصحفيين، يعني ضعوا الأقلام فيما ينفع البلد مش فيما يعني يؤخر الفكر لديكم. يعني أنا لما أتكلم عن موروث ثقافي شعبي ما هو إلا يعكس ثقافة ويعكس يعني تراث للمملكة العربية السعودية، وأتمنى عندما تكتب هذه الكلمة وعندما نكتب هذا الكلام أن تروا وأن يعني إعلاميين أو صحفيين أن تضعوا نماذج مع الأخوان في الدول الأخرى لكي تروا التفكير إلى أي مدى وصل لهؤلاء، وأيضا السلبية التي لديكم كيف يعني تتعاملون معها. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في الأيام القادمة في مهرجانكم أم رقيبة ومهرجان التقاء والتجمع، وأيضا تحت مظلة واحدة وهي تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحت راية حكومتنا الرشيدة، تحت راية خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين، وأيضا هذا الشعب الكبير وهذا الشعب الذي نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمة الأمن والأمان. غدا في فئة الصفر في فئة الأربعين لون الصفر، إلى غدا نستودعكم الله، معكم طلال المرشدي واللقاء. مثل ما عز البلاد وعزها لها ما تبو تركي، لكن ما مات خيره هذه يعني.